المتنبئة ليلى عبد اللطيف بتصدر توقعاتها الأخيرة للربع الأخير من عام 2020 للعالم والدول العربية. تابعوا معنا التفاصيل. ليلى عبد اللطيف تصدم الجمهور بتوقعاتها الأخيرة للعالم والدول العربية. انهيار اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تسويات سياسية ولو بالقوة في العراق وسوريا ولبنان. تغيرات في الحكومة السورية. وتتوقع وفاة رؤساء ومسؤولين وسقوط بعض الدول، وأيضا سقوط الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة. أقول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون حذرا. وخلال العام 2022 سينتهي مرض السرطان كليا. وهناك حدث مؤسف على سطح القمر. وتتوقع بقطع الانترنت في معظم دول العالم بسبب حادث مؤسف. وأيضا حشرات تواجه عدد من الدول في العالم من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية. واغتيالات في عام 2021 في دول عربية وأوروبية. وصدام كبير في البحر بين اليونان وتركيا. انقلابات سياسية وتمرد على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغضب في الشارع التركي. عودة التظاهرات والفوضى إلى لبنان. أسماء سياسية لبنانية خارج الحكومة والبلد. والجيش اللبناني بالمرصاد لتنظيم داعش. ليلى عبد اللطيف بتصدم الجمهور بخوفها من الأيام القادمة المقبلة ودم في الشارع. ليلى عبد اللطيف: لن أغير توقعاتي وتونس سوف تصبح مثل دبي.